إذا أصحاب الأصول الراويين عن الأئمة هم مذهبهم فاسد. نعم. فكيف يكون هذا الرجل ثقة؟ كيف يكون هذا الرجل صحيح. عدل؟ صحيح. كيف نقبل عنه الرواية وهو فاسد المذهب؟ إذا فاسد المذهب عند الشيعة معتبر، دليل حديثه معتبر. نعم. لكن لما قال الموثق ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته، يعني ثقة. أنا أسأل الآن سؤال، نص على توثيقه كيف يكون ثقة وعقيدته فاسدة؟ الجواب، حتى نبين مقدار علم هذا الشخص نقول كون الراوي فاسد المذهب أو فاسد العقيدة هذا شيء، وكونه ثقة في خبره أو صدوق في نقله هذا شيء آخر. حتى يتعلم هذا الشخص نعطيه قول أحد علماء الكبار وهو الألباني، ماذا يقول في هذه المسألة؟ في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد 13 صفحة 477 يقول الألباني: وما جرى عليه العلماء والأئمة في كتب السنة من الاحتجاج بالثقات، تحت خط، من الاحتجاج بالثقات من الخوارج والمرجئة والمعتزلة ومن أولئك الأئمة الشيخان وغيرهما. الشيخان من هما؟ البخاري ومسلم. إذن نقول لهذا الشخص الخوارج والمرجئة والمعتزلة أليسوا بفاسدي العقيدة في نظرك؟ فكيف كبار علمائك قبلوا واحتجوا بأخبارهم؟ حتى يعرف المشاهد المنصف نحن على من نرد، هؤلاء الذين يظهرون في تلك الفضائيات الفاسدة كيف يشوهون مذهب كامل بهذه الترهات وهذه الجهالات؟ أيضا عالم آخر حتى يتعلم هذا الشخص ومن كان على شاكلته، عالم آخر اسمه مقبل الوادعي، في كتاب السير الحثيث صفحة 199 يقول: القصد أن السيوطية جمع المبتدعة الذين في الصحيحين ليعلم طالب العلم أنه لا يسعه أن يرد رواية المبتدع الصدوق، أي تحت خط، لأنه لو رد رواية المبتدع الصدوق لرد أكثر السنة، إلى أن يقول المبتدع يعتبر فاسقا. إذن تبين للجميع أن هذا الشخص لا يفقه في كتبه شيء، ما بالكم في كتب غيره. الحين خلونا نشوف المقطع القادم بماذا استدل وماذا فهم، تابعونا. هؤلاء يسمون فاسد العقيدة، أنا أسأل الآن فاسد العقيدة مؤمن أو فاسق؟ عندهم على الأقل فاسق، إن لم يكن كيف كافر يكون يعني ثقة وهو فاسق؟ إن لم يكن كافرا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن كيف يجعلون حديثه محل الثقة؟ هذا الشخص استدل بهذه الآية الكريمة على أن خبر الفاسق يرد مطلقا، لكن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نجعل ابن قيم الجوزية هو الذي يبين هذه المسألة في كتاب مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 391، يقول ابن قيم في معرض كلامي حول هذه الآية المباركة: فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته، وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، تحت خط، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق، فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. إذن كما تبين لك أيها المشاهد العزيز أن أكثر السنة أو كثير من السنة الصحيحة عندهم
نقلتها من؟ الفساق، وهذا أثبتناه بالدليل.